كثير من الناس أظهروا هذا الدعم للمرأة خاصة المعنفة، منهم كثير أشخاص مشاهير ومنهم اللاعب كريستيانو رونالدو، رجال تحديدا طبعا رجال تحديدا، منهم اللاعب كريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي لما لبس شعار برضو أو عفوا شعر، هذا الشعر لونه برتقالي وهو شعار العنف ضد المرأة. صحيح، يعني احنا مع الاسف الشديد كنا ولا زلنا جميعا مسؤولين عن هذه الافه اللي احنا بنشوفها، اللي هي ظاهره التعنيف ضد المراه، وفي الكثير من الحملات اللي بتقوم حول هذا الموضوع، يمكن كان ابرزها حمله مجله سيدتي اللي ضمت العديد من المشاهير تحت شعار خلي صوتك مسموع مش مقموع، نتابع في هذا التقرير. خلي صوتك مسموع مش مقموع.